بنعمل لكم دلوقتي السردين، طريقة عمل السردين يا شيف. شلنا انت شلنا الهيدز، الروس الروس اهي. وهنا بقى عندي ايه؟ احنا بنعمل صينية. الصينية بتاعتي زي ما انت شايفها كده حضرتك، بنزل بشوية ليمون الأول. اوكي، اما الايه دي اللي انت عملها دي؟ بص بقى هنا، بصل وتوم وطماطم وزيت زيتون وزعتر وملح وفلفل. دي أرضية دي الأرضية بتاعت السردين. انت متميز النهاردة. مش قوي يعني كده. نعملها هاي التورتايه سردين. بصوا بقى، الخل والليمون والشبت والثوم وبصل وطماطم وزعتر وكمون وزيت، ده كله مع بعضه تمام. أيوة. وملح وفلفل عشان دي القعده بتاعت اللي هو بيرصها دلوقتي. وكل اللي عمله على السردين انه رش خل، رش زيت صح؟ لا زيت لسه ما حطيتش. حطيت خل. خل وليمون. وليمون. ايوه. وراح اعملها بالمنظر اللولبي ده. خبط تعكي؟ ده سمك. سمك خبط عاصي. كنت قاعدة في بيتكم احسن من لما تيجوا تشتغلوا. اللي بيخاف على حاجه زي كده يروح يقعد في بيتهم. دخل الفرن يا باشا. استنى يا باشا بس، طولي بالك. ايه؟ هتعمل ايه تاني؟ كمل شغلنا بقى. عشان نلحق نعمل شوية شبت بس خلاص اهم. ودي شوية توم. شوية الزيتون. ده احنا عاملينه بزيتون. شوية ليمون. شوية زيت زيتون. ما تدلوش طبق ملح ولا فلفل. وادي شوية خل. ماشي. ما تدلوش ملح ولا فلفل. النهارده هو متميز. فارد جناحاته في المطبخ. ضحكت عليا في السمان امبارح اللي كان طالع زي دوك الرومي وانت مش قلت مش عارف ايه. ماشي. ضحكت مصر كلها عليا امبارح. ده انت مسخره. مصر كلها ضحكت عليا امبارح. استاذ احمد، احمد الوسطاني محمود علام. استاذ احمد؟ ايوه. ازيك يا استاذ احمد؟ معقول يا شكرا يا مدام مفيدة، شكرا يا مدام مفيدة. مبروك يا عم احمد، الف مبروك وسلم معانا العمر يا حبيبي. على ايه ده؟ انت اللي جاوبت على السؤال، وانت اللي حظك حلو يا عم احمد، والف مبروك يا عم احمد. وما تنساش معاك. الله يبارك فيك، ومشكرين الشيف شربيني. كل سنه وانت طيب، والف مبروك يا حبيب قلبي. صحه والسلامه يا حاج، صحه والسلامه. شكرا يا عم احمد، والف الف مبروك يا عم احمد. وعم احمد كسب معانا جائزه العمره. عم احمد عنده 61 سنه، هو من الجيزه فيصل، وكان من الذي لقب بخطيب الانبياء، وكان سيدنا شعيب. ست مفيدة. نعم يا استاذي. ست مفيدة. اديني. انا خلاص كده الم كل حاجتي. نخش بقى على المكرونة بتاعتنا. انت كده خلاص طلعتها؟ خلاص. عارف بقى هي عايزة ايه؟ حتة زبدية برضو كده. ما لا الزبدة تحتيها دي. الزبدة اهي. نرش عليها ده. انت احنا هنعملها كده. طبق فين يا ابني عشان نغرف فيه؟ شربيني. لابي. ايوه ده. ايوه ده. شيف. لا شيف. خش عليا. احنا هنعرضه كده. ايوه يا فندم. هتعرضه زي ما هو كده؟ ايه، امال هتعمل ايه؟ اهو. طيب اهو. كده وايدك عشان سخن. ما انا اتعلمت منك. الراس واحد. الله، انا بموت في راس ال بقى. مصمصيه تبقى حلوه جدا. ماشي ماشي. نروح جايبين بقى دي كده اهو. يلا يا عم. خلاص حاجه هو مستعجل عشان عنده لسه حاجه ثانيه اهو كده. هو عادي النهارده؟ لا بالراحه، دي سخنه نار. مش قوي كده عشان بس انت ايه. لا مش قوي. لا انا يعني اهدى. واو. اهدى. قول هديت. هديت جامد. ريحته غير طبيعيه. يلا. انا اتعلمت النهارده بجد حاجه جديده. توليفه الزبده اللي هو عاملها دي غير طبيعيه. الشوربه اللي بالبطاطس والسي فود غير طبيعي. توم. طيب احنا هنعمل ايه عشان نشوف الزفاره بتاعت دي؟ انت السمك. طيب ادي شويه مسترده. ماشي. ادي شويه شبت. ماشي. كمون. ماشي. كزبره. ليمون. ماشي. قرن فلفل حراق. ماشي. ملح وفلفل. ماشي. اجيبه ملح وفلفل. عايزين طبق للشوربه اهو. ماشي. اهم حاجة عندي الليمون. ده عشان ايه؟ ده الشوربة. ماشي. اهو الشوربة اهو. دي التتبيلة بتاعتي يا فندم. دي تشيل الزفارة على طول بتاعت المكرونة. قولها لنا تاني كده. مستردة. ليمون. ليمون. توم. كمون. خل. ليمون. اوكي. ملح. فلفل
اوكي. اهم حاجه حبه الكزبره الخضراء. على فكره على فكره عايز اسالكم على حاجه، اقول لكم على حاجه قبل ما ننهي الحلقه. واحد دكتور كبير 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 لا داعي لذكر اسمه كلمني امبارح وقال لي على موضوع الجوانتي. قال لي فعلا منظمه الصحه العالميه قررت ان الجوانتي بيتقلع كل 10 دقائق بالظبط، لانه بيلم اكبر كم من زي ما انا قلت لحضرتك. لما ببقى فرانت ذا جيست، لما انا بغرف قدام الزبون على البوفيه ايدي ما بتلطش الاكل عشان يبقى الهايجين والمنظر الجميل، لكن هو المفروض بيتغير كل 10 دقائق، لان في ماده لو استمر عن كده الماده بتاعته غير صالحه للبني. انت كده خلاص انت عملته حبه بقى مقليين ايه. يردوا الروح. بصوا السرعه في الاداء، شم الريحه بتاعتها، شم شم شم، دي حقيقه السرعه في الاداء. بصوا انا متاكده اراهنكم انكم يعني مطبخنا النهارده في الاسماك اللي احنا مقدمينها ما حدش مقدم زيها.